أصدقائنا وأشقائنا من ولاية القيروان، شكرا ونقول لكم تحية طيبة ومساء مبروك. شكرا لك سي نجم الدين خريف، بارك الله فيك على قبول الدعوة. نحب ناخذ فكرة على سير العملية الانتخابية في ولاية قفصة، هل فما مراكز عندها توقيت استثنائي وإلا لا، وكيفاش تسير الأمور إلى حد الآن؟ مع الشكر، هو في حقيقة الأمر احنا بالنسبة لولاية قفصة على غرار بقية الولايات بكامل تراب الجمهورية، افتتحت جميع المكاتب نتاعنا على الساعة 8 صباحا 00 تقريبا، ما عندنا حتى أي إشكال في فتح المكاتب. كانوا الأعوان نتاعنا متواجدين في جميع المقرات في جميع المراكز على أهبط الاستعداد، علما أنه نذكر السادة المستمعين أن ولاية قفصة تشهد عدد 47 ناخب، منه في 4 دوائر انتخابية، باش يكونوا عندنا 4 مقاعد في مجلس النواب بانتخابات 17 ديسمبر 2022. بدأت العملية الانتخابية الحقيقة معناها بشكل تصاعدي منذ الساعة 8 صباحا، علما أنه حد حدود الساعة 10 صباحا شهدت نسبة الحضور المكاتب حوالي 3710 ناخب، ما يعادل 2.3%. ثم بدأت هذه العملية معناها بشيء تصاعدي مستمر في الساعات القليلة التي تليها، معناها على الساعة 11 منتصف النهار، إلى أن بلغت حوالي في منتصف النهار أو يزيد حوالي نسبة 6.48%، أي معدل 18710 ناخب. هذا قراءتك للأرقام سي نجم الدين اللي سجلتوها اليوم، كان قارنوها ببعض المحطات الانتخابية السابقة، سواء استفتاء سواء انتخابات تشريعية، كيفاش يعني نجموا نقراو هذه الأرقام؟ فما ضعف في المشاركة وإلا كيف وإلا أكثر؟ هو في حقيقة الأمر هو اليوم بالنسبة حتى من حتى الطقس في ولاية قفصة كانت ساعد جدا، ما كناش عندنا طقس سخون برشا ولا كان عندنا بارد برشا، فماش أمطار في ولاية قفصة، هي الطقس يساعد على وجود الناخبين بكامل مراكز الاقتراع. طبيعة الحال الزام نظام على العطلة المدرسية اللي هي معناها علما اللي لاحظناه انه عدد الشيوخ هم اللي وهبوا معناها المراكز الاقتراع منذ الساعه 8 صباحا، الشباب في معناها في ساعه متاخره بعد 10 صباحا لاحظنا انه نسبه من الشباب بتتوافد على مراكز الاقتراع. بالنسبه للعدد معناها الناخبين الموجودين في مراكز الاقتراع، هي في حقيقه الامر ما نجموش نعطوا حاليا نسبه نهائيا، باعتبار وانه هذا كان من نجمه ان يكون الحوص العام كان على الساعه 6 مساء وقت تغلق جميع المكاتب، وقتها نجم نعمل احصاء ونجم نعمل مقارنه ما بين المراحل الانتخابيه السابقه وهذه الانتخابات. لكن معناها هذا ما يمنعش يكون كان باش نذكره فقط اني معناها النسبه حاليا معناها تعتبر متوسطه بالمقارنه مع ربما المراحل السابقه، ولكن هذا ما ينفيش كونه ما نجموش نحمو ونحكو بصفه مسبقه، علاش تعرفي نحن العقليه نتاع التونسي عاده ما يقوم حتى ما نعرفش نخرج حتى على الموضوع قليلا، عاده ما يقوم حتى بخلاص ورقه الماء ولا الظوف الا متاخرا، وبالتالي معناها نعتقده كما في سبق في المراحل الاخرى كنا في الاستفتاء سجلنا من الساعه 5 مساء الى الساعه 6، معناها نسبه كبيره من الناخبين يعني ساعات الاخيره ديما تسجل الأخيرة اقبال تكون حاسمه، هي باش تكون عاده هي حاسمه وتعطي النتيجه النهائيه واضح. معناها والعدد الصحيح واضح. بالنسبه للتوقيت الاستثنائي، لا في ولايه قفصه ما عندناش توقيت استثنائي، جميع المراكز نتاعنا تفتح على الساعة 8 وتسكر على الساعة تغلق على الساعة معناها 6 مساء، وإن شاء الله بالتوفيق، معناها علما ما لاحظناش أنه ثم هناك مخالفات بالنسبة للسادة المترشحين، تم المحافظة على الصمت الانتخابي، كذلك لم نلاحظ أي معناها أي معناها أفعال ترتقي إلى مستوى الجريمة، التجأ للنيابة العمومية أو تقدمنا بشكوى معناها من اجل جريمه انتخابيه. الجو لطيف وكذلك الاجواء لطيفه بالنسبه حتى للساده المترشحين، كذلك بالنسبه حتى ما ثماش اي نوعيه نتاع استفزاز، اللي لاحظناه انه المكاتب نتاعنا تتم معناها عمليه الانتخابات بكل سلاسه بكل موضوعيه، نلاحظوا انه تم مستوى تقريبا طيب بالنسبه حتى على الراي العام، انه المستوى معناها بالنسبه كان حضور لعمليه مراكز او حضور الساده المترشحين المتواجدين حتى تلقاهم بطبيعه الحال يتنقلوا من هنا وهناك، لكن لم نلاحظ اي مخالفه او ما الى ذلك. واضح، شكرا لك سي نجم الدين خريف عضو الهيئه الفرعيه للانتخابات بولايه قفصه، علمتنا بكل هذه التفاصيل فيما يتعلق بسير العمليه الانتخابيه، والتغطيه تستمر على اذاعه الحياه فام.